اي ميت على رمضان شنو حويل المقدره الشرائي؟ اي ها نش اكثر شح في الدنيا انت بعينك، على الزيت اللي ما فهميش، على الفرين اللي ما فهميش، على السكر اللي ما فهميش، على كل شيء يعطوا فيه بلوجوه قضيت، المقرونه الخبز ما فهميش. اجا ما تلذا ما تلقاش الخبز، فما خبز تو هاك الخبز، اجا ما اجا العشيه ما تلقى حتى خبز، الكيري يعلم به يوفى الصباح بخبز تريد تو يسكروا. سمحني مالا في رمضان هكا؟ هلا هيك في رمضان الكرم 5 ديسمبر الياسمينه سماه الكل على كرتاج، ما فيهاش القليله فيها القليله، الغلات دوبل نتاع تونس، الجلبان هنا ب 2500 غادي 3500، ما فماش حاجه تتمس، الكل الزيت تشريب 25 دينار و200 لم غدو بعد نهارين نرجع نلقاه 28600، علاش؟ كل شيء زياده غادي، كل شيء 35000 هذا ارخص زيت، ارخص زيت 31900 تشوينه من الزيت يا وليدي، جيب لا زيت لا روس لا فارينه لا سكر لا سميد، شنو باش ناكلوا؟ ثم شيء يا ولدي تمشي تلوج حاجه ما تلقاها، تو كنت في المغازان على باكو رشته صدقني نلوج عندي صار ب 30 دينار على باكو رشته 30 دينار اللحم عليه، قولوا ابدا من اللحم وانت هابط مش فارق وحليل في بنت نلوج على باكو رشته عندي شهر انا توا والله شهر نلوج على باكو رشته يا وليدي ما فما شيء راهم يكذبوا يكذبوا، لا فما روز لا زيت لا فرينه لا سميد لا حتى شيء حتى شيء، بالله العظيم يقولوا لك فما 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 شيء خويا كل شيء موجود زعما اللي عنده ستة ولية اللي ثمانية في العيلة وعشرة في العيلة مازالوا زعما باش يعيشوا، مازالوا باش يعيشوا ستة باقيات وسبعة باقيات كيف يا تي كابت باقيات، قلت لك هاني قلت لك خويا الزوالي دفنوه عينه حية يمشي ميت دوب الصباح العشية ما تلقاش قد ما خبز عند العطار جملة 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 اقسم بربي يا وليدي راهو يكذب هكا الراجل هذاك تحت الصفر تحت الصفر العباد عايشة تحت الصفر، كانت قبل الفقراء متوسط عيشة تو فقراء على الاخر العباد تكتفي وتكتفي ما تحشك بالزبله يعني بين الحال حشك 10000 ربطه بصل حشك ب 500 السلق ب 500 المعدنوس زاد كيف كيف والله العظيم دجاج ما تحكيش يعني الاسعار زيادت قبل رمضان غالي كيف 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 كي توا كي رمضان ما بقولكش ما نعرفش حد في رمضان اما الاسعار هي هي والله احنا اللحم نخزر له بعينين الغله كيف كيف بالله العظيم واحد يبدا شاي كعبه بنان ولا كعبه غله يخزر له بعينيه ويمشي الاسعار بصراحه بصراحه ياسر غالي دبوز الزيت ب 31 دينار منين باش يجيب العبد انا راجلي ميت يعني انتريت ضعيف ونقصوا لي مشهريه وكل شيء وباقي هكا ترى الاسعار كيفاه الاسعار غاليه 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 واحد طرف فرينه ما عادش خالط عليه لا روز لا سكر لا حتى شيء بلاد داخله في حيل المقدره الشرائيه توا في الشهر في مقدوره باش يقضي لكن مسكين القليل ماهوش خالط جمله 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 المقدره الشرائيه ماهيش متوازيه معناتها ياسر الغلاء ماذا بينا يطيحونا شويه في شهر رمضان خلي على القليل القليل يلقى ما ياكل الغلاء والكوي والظروف تاعك 5000 10000 شنو نقضي بهم انا عندي خمسه ايتام خمسه ايتام عندي على يدي وكاري ب 200000 اش نحكي لك هذاك اهو تحطي عليه ديك اللي عاد ماكلين لحم لا دجاج لا حتى دجاج رخيص ما عادش ماكلين اسعار مسيكن المواطن هكا هو مساكن والله الكل شبيك الدنيا شاعله فيها النار عليه هكا حرام عليهم الحكومه لاهين في في الشباط والبات والمواطن ماشي في الساقين الاسعار بصراحه الاسعار شويه الدجاج اللحم لا غاليين انا نشحوا فيه بعينينا انا واحده من الناس عندي نشوف الواحد اللحم ها والحوت وكل شيء نشوفه بعيني ونتعدى نصومه ونتعدى وراس ولدي نتعدى خاطر انسان شنو ياخذ ياكل الشهريه نتاع الحاكم وهذيك هي ويوقف الكري الضوء الماء شنو الملاك باش يصبر عليك هاو دور عليهم الكل مش كلهم سم واحد راه كل واحد كيفاش يبيع توا
كل واحد كيفاش يبيع. توا تمشي تاخذها حاجه البيع تاخذها بسوم، تمشي العطله تلقاها بسوم. ما همش مدايرين بعضهم جمله، مش حاسين بالزوال. هو اعطيه بيع سلعة وكا هاو، ما يهمش تاكل ما تاكلش، ما يهمش فيك. اللحم تاع الحوت راهو فيه، ما نشريوش فيه الحوت. الحوت الكل موجود، كل خير موجود، والفلوس ماهيش كاينه، مش كاينه. اللي عندها ثلاثه صغار بربي كوش وبيبرون درا شنو، عندي اولادي مش ما عنديش، ما نحبهمش يعاونوني. علاش ما يحبهمش يعاونوني؟ شاليت لي برواح الضو الماء عامل الحال. مازلنا خلصناه في جانبي، والله العزيز والله العزيز اليوم خارجه انا نلقى وريخ الماء في البواطلات. حتى كعبات دقله باش ياخذهم الواحد ما ينجمش يغلط عليهم. دقله تاخذ رطل تروح بها للدار تلقى اشترها مدوده تلوح. والله قسما بالله كل نهار شتيت شويه دقله خذيت رطل ب 4000 يظل الكيلو. خذيت رطل روحت للدار نحكي الحكاعبه اللي نحلها نلقاها مدوده طيش. قسما بالله ما عندوش ما يقضيش. اللي عنده يقضي، اللي ما عندوش يخزر لربي. نحن ثانية نشتهوا الحاجة نتعدى عليه ولا ما نشريه ورحمة باب. جهرب قل قيس سعيد يتلها بيهم كل المحتكرين هذمك ويرخص لنا شوية في المعيش. عليها كش عمالنا ندور والواحد يدور ويروح بالحق. ياسر الدنيا غالية ياسر. قديش بشي في بالك زوالي 5000 فرنك في النهار يصرفها، وهم عندهم الفلوس مكدسة كما كالغنوشي هذاك، والاخرين كلهم عندهم الفلوس واحنا عايشين يعني بينا كالربي عليه. شي على فيها النار الاسعار، شي على فيها النار. الفلفل والطماطم والبطاطا عبيد شبيك تتكلفك 10000 رجع لي 2000. إذا لا لحم لا شحم لا دجاج لا حتى شيء. اللي دخله متوسط مسكين ما يخلطش. سامحني 50 دينار توا تخرج بها للمرشي ما تعملك حتى شيء. ويكون عنده 3-4 صغار شو يعمل؟ لا مثال كلام أنا قلت لك، مثال نقولوا يخدم ب 50 دينار، مثال نقولوا شهر، قلت شهر اللي يخدم بالنهار، مثال نقولوا يخدم ب 50 دينار ما تعمل له حتى شيء. باش يقضي بها، باش يشري بها كوش لاولاده، باش يشري بها حليب، اش باش يعمل بها؟ ما يعمل شيء. يقعد يتفرج مسكين، كان خذا غله ما ياخذش لحم، وكان خذا لحم ما ياخذش غله. كيفاش باش تعدي رمضان؟ والله كما يعلم ربي. هاي قسما بالله. والله ما ادري عليها، عند ولاد الحلال يعاونوني، عند ندري على ربي شنو باش يعمل لي. قسما بالله هاي. ولا خذيت الحملة دجاج خلف طرف نتاع طال السيناريو وشطر راس كرنب وربط بصل هذاك هو روحت. كنا ناخذوا في الإعانة ملي مشى الزين الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه العواش والله مشى هو مشات الإعانة مشات القفة مشى كل شيء. كانوا يدقوا علينا الدار يجوا يدقوا علينا يقولوا لنا يجوا خذوا الإعانة نمشوا ناخذوا الكراض الإعانة في العيد الكبير زاد يجوا يدقوا علينا يعطونا الحمل يعطونا الدواور كنا حاصلين ومرحومين مشى هو الله يرحمك. ماذا بينا زادا نرحموا بعضنا ونعملوا مواد افطار، ماذا بينا يرجعوا مواد الافطار لك القلاله ليتام كذا، ماذا بينا وان شاء الله ربي يلطف بينا ويلطف ببلادنا. هذا كاش نتمنى ان شاء الله. لازم معنا الشعب يقف مع بعضه في الشهر الفضيل هذا ونتكاتفوا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا خويا ان شاء الله ان شاء الله القلوب تحن على بعضها. خاطر توا حاش اخويا القلوب كساحت ومعاش الغني معاش يرحم الضعيف. ماذا بينا الغني اللي عنده مال وعنده باش يقدر باش يعاون خوه المؤمن وخوه الزوالي ماذا بينا يعاونه لله في سبيل الله. انا توا بالنسبه كمواطنه ما عنديش باش نعيش خويا، فهمتني؟ عندي كرني الاصفر معناها نورمالمون كانوا يصبوا لي، توا ما صبوليش. توا جيت باش نقابل سيد معتمد قالك فهمتي في اجتماع معناها ما نعرفش على شنو ما نعرفش على كذا، على الزوالي ما عندوش باش يعيش ما عندوش باش ياكل. كرني توا عامين ما خذيتوش باش نعيش، باش نمشي نزرق باش نعيشوا. يا لطيف يا رب باش نعيشوا. عايش خويا يا خويا شوفوا لنا حل. قلت لك حتى الحوانت يعطوا الكلونات نتاعهم ما يعطوش لا سميد لا سكر. المعيشه اللي ناكلوا فيها تونس راهي تونس ذخيره، راه نحن ذخيره يا اخي كلهم درقينا عليه. احنا رانا بشر عنا صغار عنا عليه. شوفوا لنا حل يا خويا. انا نقدم سيد الرئيس
للزوالي اللي ما عندوش باش يعيش، يعمل له شهريه، اللي عنده كرني اصفر، اللي كرني الابيض ماهوش معناه الناس خذيت وناس ما خذيتش. يا خويا شوفوا لنا حل.